غالية، أنا عايزة أتكلم معاكي. تتكلمي معايا في إيه؟ ما أنا هقولك، تيجي عندي؟ اتفضلي عندي. سيبيهولي أرجوك يا غالية، سيبيهولي. أنا محبتش في حياتي غير مراد، ومش هحب غيره. وإنتي عندك بنتك ربنا يخليها لك، ويمكن في يوم من الأيام ترجعي لجوزك. من فضلك يا غالية، أنا جايز مش من حقي إن أنا أطلب منك الطلب ده، بس ده آخر أمل عندي. هو أنت ليه متصورة إن أنا لو بعدت عن مراد إن هو هيرجع لك؟ عشان لو كنتيش ظهرتي في حياته كان هيرجع لي. هو قال لي كده. هو قال لي كده؟ لمح بكده. على العموم يا يسرى، كده كده الموضوع انتهى. انا ومراد ما بقيناش لبعض. ازاي؟ مش مهم التفاصيل، المهم النتيجة. احنا خلاص ما بقيناش لبعض.